السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ميتا أعلنت في المؤتمر بتاعها اللي هو كان اسمه كونكت كونفرنس إنها تبدأ تستخدم الذكاء الاصطناعي في المنتجات بتاعتها. من ضمن الحاجات دي مثلا في الواتساب، زي على سبيل المثال إن أنت وأنت بتتكلم مع عيسى حد من أصحابك تعمل شرطة إيماجين وتقول له أنا عايز تعمل لي قطة ومثلا في البحر، فيبدأ يكون لك الصورة دي. بقى جزء من الذكاء الصناعي. الامكانيات بتاعت الذكاء الاصطناعي التوليدي وهيبقى موجود في الواتساب وكذلك في الماسنجر وكذلك في الفيسبوك. ما فيش موقع في العالم الا وهيبدا يستخدم الذكاء الصناعي، ما فيش برنامج الا لما هيستخدم الذكاء الاصطناعي. خلاص اتقفلت، الموقع اللي بيستخدم الذكاء الصناعي هيتقفل. فخلاص الواتساب اعلنت انها تبدا تقدم 3 خدمات في فكرة الذكاء الاصطناعي. في الاستيكر، AI ستيكر، بحيث ان انت تقدر تقول له اعمل لي ستيكر بشكل مميز يبدأ ان هو يعمله لك ملصق للذكاء الاصطناعي. تبدأ اي فكرة انت بتفكر فيها، يعني مش لازم تكون حاجة موجودة قبل كده، مش حاجات ثابتة، انت تبدأ تعمل اللي انت عايزه. في برضو دردشة الذكاء الاصطناعي، بحيث ان يبقى في اي موضوع انت عايزه يبدأ ان هو يناقشك فيها ويبدأ ان هو يديك المعلومات اللي انت عايزها ويديك وجهات نظر مختلفة. ممكن تقول له مثلا عايز اتكلم مع ليوناردو دافنشي، مع اينشتاين، مع سقراط، اي شخصيه انت عايزها تقدر تبقى موجوده وتبدا ان انت تناقشها AI شات. وفي ان انت تقول له اعمل لي الصوره زي ما احنا شفنا، ده كله ده هيبقى موجود. هم بقالهم فتره شغالين على الموضوع دوت وخلاص بدا ينزل في قلب الواتساب. ممكن ما يكونش لسه نزل عندنا، لكن مع عرب تحديث هيبقى موجود.